كعب بن سور يقال أنه ذهب إلى المدينة والتقى بعمر بن الخطاب، فاختاره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قاضيا على البصرة، واستمر قاضيا على البصرة طول خلافة عمر وطول خلافة عثمان بن عفان، وإنما يعني قتل هو كعب بن سور في الفتنة الدائرة في حرب الجمل، عندما جاء علي بن أبي طالب لمحاربة طلحة بن الزبير وطلحة والزبير والسيدة عائشة في معركة الجمل في العراق، وكان هو هذا كعب بن سور يحاول أن يصلح بين الفريقين حتى لا يتقاتل الفريقان، ويسعى بكل جهده أن يقوم بالصلح بينهما، وبينما يتنقل من فئة من عسكر إلى عسكر ليصلح بين الفئتين قتل كعب بن سور هذا، ولذلك حرص على أن الأزد لا يشتركون في هذه الحرب. ويقال أن له قصة بسبب اختياره لأن يكون قاضيا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب، وهو أنه كان في مجلس عمر فجاءت امرأة تشكو زوجها وتقول أنه يصوم النهار ويقوم الليل، فتقول لعمر بن الخطاب أن هذا زوجي كان صائما نهاره صوم وليله قيام لا يفتر عن ذلك طول السنة. فقال عمر بن الخطاب نعم الرجل هو، فقال لها نعم الرجل هو، واستحت المرأة ورجع وخرجت. فقال كعب لم تأتي لتصف زوجها وإنما أتت مشتكية، فقال ردوا المرأة. فقال لكعب بما أنك فطنت إلى شكواها فاحكم لها. قال أحكم لها أن على زوجها أن يفطر يوما وينام يوما من 4 أيام، ف3 أيام له يصوم ويقوم، واليوم الرابع ليس من حقه أن يصوم النهار ويقوم الليل فيه. فقال له عمر كيف فطنت يعني إلى هذا الحكم؟ قال لأن الرجل مباح له أن يتزوج 4 زوجات، فنفترض أن هذا الرجل لديه 4 زوجات، فيكون في 3 أيام مع زوجاته 3 وفي اليوم الرابع مع هذه الزوجة، ولذلك له 3 أيام أن يفعل ما يشاء فيها، أما اليوم الرابع فمن حق زوجته عليه. فبذلك اختاره عمر بن الخطاب بأن يكون قاضيا على البصرة، واستمر قاضيا على البصرة كما قلنا إلى أن توفي عمر، وفي خلافة عثمان إلى أن توفي عثمان. المنصب الثاني الذي ناله العمانيون أيضا كما تذكر الروايات أن أبا صفرة وهو أبو المهلب بن أبي صفرة عينه علي بن أبي طالب رضي الله كرم الله وجهه واليا على منطقة نهر تيرة، وهي الظاهر في بلاد فارس منطقة نهر تيرة. هذا أبو صفرة هو ذكرناه نحن عدة مرات بأنه كان قيل أنه صحابي، وأنه من ضمن الجيش الذي عبر به عثمان بن أبي العاص الجيش العماني من عمان إلى بلاد فارس، واستقر في توق ثم في البصرة، وكان ممن استقر في البصرة. وتذكر رواية عنه أيضا أنه ممن أسر من الذين أسرت ممن أسر من العمانيين في حادثة الردة، وكما قلنا أن هذه القصة لا تصح. تذكر رواية على أن أبا صفرة كان من السبي، ما لا أسر فقط وإنما كان سبيا، أي أنه كان صبي فسبي من أهل دبا عندما حسب ما يذكر ابن الأثير على أنهم ارتدوا عن الإسلام وسبى أهل دبا، ثم كان من السبي الذي ذهب الذي أخذ إلى المدينة، فأطلق سراحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوجه من المدينة إلى البصرة. لكن هذه الرواية لا تصح، لأن ثابت على أن أبو صفرة كان على أن أبا صفرة كان رجلا كبيرا يعني في السن، ولم يكن صبيا، بل هو كان قائد قبائل بني عمران من الأزد الذين عبروا مع عثمان بن أبي العاص في زمن عمر بن الخطاب إلى بلاد فارس. يذكر أن أبا صفرة لم يشترك في حرب في معركة الجمل، لكن بعض قومه من الأزد اشتركوا في معركة الجمل مع طلحة والزبير وعائشة ضد علي بن أبي طالب.
وبعد ما انتهت معركة الجمل وجاء أبو صفرة للسلام على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عاتبه على الشراك الأزلي في جيش طلحة والزبير، فقال لو كنت حاضرا لما اشترك أحد من الأزلي معهم، وكان رجلا خطيبا وقائدا معروفا، فاختاره علي بن أبي طالب لأن يكون واليا على نهر تيرا. هذا في عصر الخلافة الراشدة. أما في عصر الدولة الأموية فاشتهروا من ضمن ولاة بني أمية آل المهلب، بدءا من المهلب بن أبي صفرة ثم أولاده. وحقيقة آل المهلب صاروا ولاة حتى في زمن الخلافة العباسية، ولعلنا نذكر ذلك بعد هذا. وأول من صار واليا في عصر بني أمية هو المهلب ذاته بنفسه، المهلب بن أبي صفرة. وربما أنا تكلمت سابقا عنه أنه اختير أن يكون القائد الذي يحارب الخوارج الأزارقة ويدافع عن البصرة عندما كان الأزارقة يهاجمون البصرة، فالمهلب كان هو القائد الذي يدافع عن البصرة ضد الخوارج الأزارقة، واستطاع طردهم من العراق ككل ومن بلاد فارس، حتى ألقاهم إلى مدينة اصطخر وحاصرهم في مدينة اصطخر مدة. في ذلك الوقت كانت العراق مضطربة الأحوال، فلم تكن يعني لم تكن تحت خلافة محددة. إذ بعد موت يزيد بن معاوية دبت الفوضى في العراق، واختلف أيضا بني أمية في خلافة بني أمية من يكون الخليفة، وصارت العراق بلا يعني لم تقع تحت سلطة خليفة ودولة إسلامية في ذلك العصر، حتى استولى عليها المختار بن أبي عبيد الثقفي وادعى أنه كان شيعي، لكن الشيعة يتبرؤون منه لمقالاته الغالية، يعني كان من الغلاة في أمر علي بن أبي طالب وأولاده. وبعد ذلك قتل المختار بن أبي عبيد الثقفي على يد مصعب بن الزبير الذي كان واليا للعراق لأخيه عبد الله بن الزبير، والمهلب ما زال يحارب الخوارج. فعندما لم تكن العراق تحت خلافة إسلامية كان يحارب المهلب الخوارج مندوبا عن أهل العراق، وهو قائد الجيش العراقي الذي تكفل بحرب الخوارج. وبعد أن صارت العراق تحت الخلافة الزبيرية، خلافة عبد الله بن الزبير، وكان الذي يمثله في العراق أخوه مصعب بن الزبير، أصبح المهلب قائدا من قواد جيش مصعب بن الزبير ومهمته حرب الخوارج. وبعد أن سقطت العراق وأصبحت العراق تحت سلطة بني أمية، وقتل مصعب بن الزبير على يد عبد الملك بن مروان، وعين واليا على العراق من قبل عبد الملك بن مروان أخوه بشر بن مروان، صار المهلب بن أبي صفرة قائدا لبشر بن مروان في حربه للخوارج. وظل المهلب بن أبي صفرة قائدا مهمته حرب الخوارج بغض النظر عن الحاكم الذي يحكم العراق. ثم استقرت الدولة في العراق لبني أمية في عهد الحجاج بن يوسف، وظل المهلب هو القائد الذي يحارب الخوارج حتى استطاع أن يقضي على الخوارج بشكل نهائي، ثم عين بعد ذلك واليا على خراسان. وظل المهلب والي على خراسان حتى مات، فخلفه من بعده ابنه يزيد بن المهلب، وبقي واليا تحت إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى أن عزله الحجاج وعين بدله أخاه أظن اسمه حبيب بن المهلب، ثم عزل حبيب بن المهلب، ثم ادعى يزيد بن المهلب الخلافة، وأصبح آل المهلب يحاربون مع يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الخلافة، وذلك بعد موت عمر بن عبد العزيز وأثناء خلافة يزيد بن عبد الملك. فقتل من آل المهلب الكثير في مذبحة في معركة الأبلة أظن اسمها، اللي هي في العراق، معركة يعني ضخمة قتل فيها الكثير من آل المهلب، وهرب بعضهم إلى سجستان، ثم قتلوا في سجستان وبيعوا كما يباع العبيد، لأن الحاكم هذاك الأموي
الذي كفل يعني كلف بقتالهم حاربهم حرب مستميتة، فقضى عليهم قتل منهم من قتل وسبى نساءهم وذراريهم وبيعوا في الأسواق، ثم أظن أن حد من سادة العرب قام بشرائهم وعتقهم هكذا، فظلوا آل مهلب بعد ذلك يعني ليس لهم دور طول خلافة بني أمية إلى أن جاءت الخلافة العباسية واشتهر منهم ولاة لبني العباس من ضمنهم يزيد بن حاتم بن قبيصة بن يزيد بن مهلب وأخوه روح بن حاتم وابن يزيد أحد أولاده لا أذكر من اسمه. فالمهلب وأولاد المهلب يعني لهم دور كبير في تلقي يعني تكلف يعني بمناصب كثيرة، تقلد مناصب كثيرة في زمن بني أمية إلى أن كما قلت في نهايتها ادعوا الخلافة، دعا يزيد بن مهلب وصار يحارب يزيد بن عبد الملك بنية الخلافة أنه هو الخليفة، وإلى أن قتل في هذه المعركة.